يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بدءاً اعذروني عن الصوت، لا زال مرهقاً من خطبة العيد، يبدو أن حصلت بردة على الرقبة، فالمعذرة. كلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بلزوم الاستقامة والثبات عليها حتى الممات، ليختم لنا بحسن الخاتمة. فالمرء يموت على ما عاش عليه، ويبعث على ما مات عليه. لذلك قال أهل العلم إن الآية التي في سورة هود هي التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الاستقامة لزوم الطريق كما أمر الله، لا كما تحب وتهوى أو ترى بذوقك أو وجدت عليه من قبلك. لا تطغى، لا تزد ولا تنقص، لا إفراط ولا تفريط. ومن معاني هذا اللزوم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإن الله حي لا يموت. ولكن الكثيرون يسمعون المطالبة بدوام الطاعة بعد رمضان والاستمرار عليها، وأن رب رمضان هو رب شوال وذو القعدة وغيره من الشهور. ولكن هل معنى ذلك ألا يتخلل ذلك تقصير أو فتور، وأن يكون المرء معصوماً حتى الممات؟ ليس هذا هو المقصود، وإنما النقص والضعف والزلل والسيئة من لوازم النقص البشري، وإنما المقصود أن تكون الطاعة منهج حياة لك، وأن يكون هذا خطك. قد يحصل توقف في الطريق، قد يحصل تراجع لخطوات،
قد يحصل تكاسل وتهاون، ولكن على المرء أن يصلح هذا بالتوبة والموعظة والإكثار من الحسنات، وأن يغتنم مواسم الخير كرمضان للتزود، ولينطلق انطلاقا قويا ما شاء الله تعالى له أن يستقيم. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث ابن عمرو بإسناد صحيح: لكل عمل شرة، أي نشاط وإقبال وتوقد وحماس، ولكل شرة فترة، أي فتور وخفوت. وهذه من سنن الله سبحانه وتعالى في البشر، من طبيعة النقص البشري، لكن قال: فمن كانت فترته، أي فتوره، إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك أو فقد ضل. أي لابد أن يؤسس المرء لنفسه نظاما في العلاقة مع ربه، يتزود بزاد علمي وزاد إيماني يجعل له قاعدة رصينة ومتينة، مهما يحصل له من فتور ومن تقصير ومن خلل، لكن قاعدة الإيمان وصحة التوحيد والعقيدة ولزوم السنة والمنهج الصحيح والمحافظة على الفرائض واجتناب المحرمات والكبائر، خط أحمر إن صح التعبير بلغة العصر. هذا هو من كانت فترته إلى سنتي، أي إلى طريقتي. قد يتهاون ويترك بعض المستحبات، يفعل بعض المكروهات، يحصل له زلل ونقص يعالجه بالتوبة والحسنات الماحية، ولكن المنهج العام أنه سائر إلى ربه: وعجلت إليك ربي لترضى. هذا هو المنهج الذي يجعله المرء لنفسه، لا ينشط في رمضان بدون تأسيس إيماني وعلمي لنفسه، وإنما حماسا وعاطفة وتأثرا بالموعظة في وقته، ثم يترك بعد ذلك إلى غير سنته وإلى غير الطريق وإلى غير المنهج الصحيح، فيهلك ويضل والعياذ بالله. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، لأنه من طبيعة النفس البشرية كما أسلفنا الفتور، ولذلك حصل للصحابة ذلك فظنوه نفاقا، فصحح لهم الرحمة المهداة هذا الفهم الخاطئ وبين لهم الصواب في ذلك. فأخرج مسلم في الصحيح أن حنظلة بن أسيد لقي أبا بكر رضي الله عنهما في الطريق يوما فقال له: كيف أصبحت؟ فقال: نافق حنظلة. قال: انظر ماذا تقول. الاعتراف بالنفاق أمر جلل وعظيم. قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين. هم وصلوا إلى علم اليقين، ومن شدة علم اليقين
في صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم كأنهم يرونها بأعينهم، كأنهم وصلوا إلى عين اليقين ومن ثم إلى حق اليقين. ثم إذا خرجنا من ذلك، أي نصير في حالة إيمانية عالية جدا ومرتفعة، قال: فعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، أي انشغلنا بالمباح من الدنيا، بالمباح الذي أحله الله وأباحه، ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال: نسينا كثيرا مما عشناه ووجدناه. فقال: وإنا لنجد مثل ذلك، أي مثل الذي تجد. يفتر الإيمان، يصعد، يزيد وينقص، وهذه من عقائد أهل السنة والمسلمين. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه بذلك، أي بهذا الإشكال. الجواب عن الإشكالات العلمية والشرعية بالرجوع إلى أهل العلم والذكر، وإمامهم هو سيدهم صلى الله عليه وسلم. فقال: يا حنظلة، والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر، أي في مجالس الذكر التي تحفها الملائكة، مجالس العلم والإيمان والقرآن والتفقه في الدين ومدرسة القرآن والحلال والحرام، لصافحتكم الملائكة عيانا وفي الطرقات، تصيرون في مستوى فوق مستوى البشر، تصيرون كالملائكة، ليس بينكم وبينهم حاجز، لو استمرت تلك الحالة الإيمانية معكم، ولكن لأنكم بشر تفترون. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ليس ساعة وساعة كما قد يخطئ في فهمها أو يروج لها بعمد بعض المغرضين، ساعة لربك وساعة لقلبك، أي بالحرام والمنكرات. لا، هذا فهم أهل العلمانية والليبرالية الذي يصادم الإسلام. إنما ساعة في الطاعة وساعة في الترويح بالمباح، بما أحله الله لكم بالمأكل والملبس والمشرب والمنكح والمركب وما سوى ذلك من حلال الدنيا. فإذا لا تظن لو فترت، مرت بك فترات، أنك نافقت، وإنما انظر هل أنت لازم للطريق الصحيح، هل لازلت على سنته، لازلت على طريقته، لازلت تحافظ على الأصول والفرائض، ومستمر على الطاعة كمنهج حياة لك حتى يأتيك اليقين، فاحمد الله واسأل الله الثبات والتوفيق. ولا تنسوا الأدعية المثبتة: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. فما أكثر ما كان يدعو بهما صلوات ربي وسلامه عليه. ومما شرع لنا بعد رمضان لزيادة الطاعات وكالراتبة قبله وبعده، صيام الست من شوال. وهذا لنا فيه وقفة، ليست وقفة فقهية أو حديثية، ففقه معلوم معروف، هو سنة مستحبة أجرها عظيم كأجر صوم سنة مع رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا
من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وإنما وقف مع راوي الحديث أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد الخزرجي رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، والصلاة والسلام على سيد العباد والمجتهدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه هو راوي هذا الحديث في الصحيح وفي السنن وغيرها من المراجع. أبو أيوب الأنصاري روى هذه السنة وهذا المستحب، والصحابة لا يبلغون شيئا من القرآن والسنة إلا وقد عملوا به، كانوا أمة علم وعمل، لم يكونوا كأمثالنا نعلم ولا نعمل، وإنما كانوا لا يتجاوزون القرآن كما قال حذيفة بن مسعود وغيرهم من السلف: عشر آيات حتى نعمل بهن، قال: فتعلمنا العلم والعمل معا. كذلك السنة لا يحدثون إلا ويعملون. أبو أيوب راوي هذا الحديث ومعلم السلف هذه السنة وهذا المستحب بإجماع الأمة، خرج مجاهدا في سبيل الله، هو أول من استضاف النبي في بيته في المدينة قبل أن يبنى المسجد وبيوته وبيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج بعد ذلك في آخر عمره مجاهدا غازيا في سبيل الله، يغزو الروم حتى وصلوا إلى أسوار القسطنطينية. وعند ذلك حصلت هذه القصة، فتأملوها وانظروا كيف أن الصحابة علمهم بالسنة ونشرهم للحديث ودعوتهم للمستحبات لم تشغلهم عن واجب الوقت وعن الجهاد في سبيل الله وعن مقارعة المشركين ونشر الإسلام في الخافقين. روى أهل السنن إلا ابن ماجه وغيرهم عن أسلم أبي عمران التجيبي قال: كنا بالقسطنطينية، أي محاصرين لها صفوفا عظيمة، وكان على أهل الشام، على أهل مصر عقبة بن عامر صحابي، وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد صحابي آخر، وكان معنا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قائدا. قال: فخرج لنا صف عظيم من الروم، قال: فصففنا لهم، فانطلق رجل من المسلمين، شاب من المسلمين، فحمل على الروم لوحده حتى اخترق صفوفهم وخرج من بعد ذلك، فقال الناس: سبحان الله،
يلقي بنفسه إلى التهلكة، يلقي بنفسه إلى التهلكة، يهجم بوحده على جيش عرمرم بالعدة والعتاد. فقال أبو أيوب، وهنا دور العالم الناصح المصحح رضوان الله عليه: أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية على غير تأويلها، أي ليس هذا المقصود منها. وفينا نزلت معشر الأنصار، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال لما فتح الله على نبيه مكة ونصر الله دينه وكثر ناصروه، قلنا بعضنا لبعض سرا في أنفسنا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن الله يعلم السر وأخفى، تعالوا نجلس في أموالنا نصلحها. تركوا الضيعات سنوات وهم في الغزوات وفي الجهاد، تركوا الأراضي والفلاحة وهذا مصدرهم حتى هلكت. قالوا تعالوا نقيم في أموالنا نصلحها، فقد أعز الله دينه ونصر نبيه وكثر أهل الإسلام والحمد لله. قال فنزل فينا قول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال فكان الإلقاء بالتهلكة ترك النفقة في الجهاد والركون إلى الأرض. لماذا؟ لأن الهلاك إما أن يكون على ترك واجب أو الوقوع في معصية، هو سبيل الهلاك. فالله حذره من السبب، لأنك لو تركت الجهاد سيطمع فيك عدوك وتضعف وتنشغل بالدنيا، كما حصل للمسلمين في الأندلس حتى ذهبت هيبتهم وعزتهم وقوتهم من قلوب عدوهم، وطمع العدو فيهم، فكان ذلك سببا لهلاكهم. فحذرهم من السبب الموصل للهلاك. وقد عشنا ذلك، الجهاد عندما لا تكتمل غايته وكل ثمرته وكل ثمرته ويكتفى بمبادئه، نظن نفسنا قد انتصرنا، نضع السلاح ونرجع إلى الدنيا، إلى الوظائف وإلى الأموال والتجارات والملاحق في السفارات والخروج من البلاد. كل ذلك يمكن لأهل الباطل من التقوي ومن الكرة ومن إضعافك، وكأنك لم تصنع شيئا، فكان ذلك سبب هلاكك. فلذلك يجب الرباط إن أردنا العزة والنصرة، يجب الرباط باللسان واليد والفعل، حتى لا نمكن للمفسدين ولا المبطلين ولا المجرمين ولا السارقين ولا الظالمين ولا أنصار الطواغيت المجرمين من العودة والكرة، بعد أن رأينا بوادر النصر ولكننا فرطنا بأيدينا، ركننا إلى الدنيا
وتركنا لزوم الثغور والمرابطة على الحق حتى وصلنا إلى ما نحن فيه الآن. البلد مرهونة بالتدخل الأجنبي والمرتزقة فيها، والمجرمون واللصوص مكنوا من المناصب إلا من رحم ربي، وأهل الحق مستضعفون. فهذا هو الهلاك وهذه التهلكة. فانظروا إلى السلف وفقههم، وفقههم لزم أبا أيوب الجهاد حتى قبضه الله على أسوار القسطنطينية، فقبره هناك إلى يوم الناس هذا. ومن خرج غازيا في سبيل الله فهو في سبيل الله. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان ليس إحسانا بالمال فقط، الإحسان بالعلم النافع، بتعليم الجاهل، بنشر الوعي في الأمة، بتصحيح العقائد والأفكار والمفاهيم، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ببذل جاهك ومعروفك، بقضاء حوائج المسلمين، بتفريج الكربات، ببذل مالك في نفقاته في الحق، كل ذلك من الإحسان. وأعظم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هؤلاء المحسنون نسأل الله أن نكون منهم، جزاؤهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أن نظروا إلى وجه الله الكريم، لأن الجزاء من جنس العمل، فأحسن يحسن الله إليك. وعلى ذكر الإحسان ذكرني الأخ ناصر القيم أنهم لهم جمعية من سنوات تعمل على إعانة العائلات والمحتاجين والمهجرين، فابدلوا لهم ما تستطيعون، ولو حتى ملابس مستعملة أو طعام أو مال أو أي شيء عيني ينتفع الناس به، فراش، بسط، غطاء، أي شيء. فلعل الله يجعل ذلك من الإنفاق الذي يحبه سبحانه ويرضاه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الخير، وأن يجعلنا ممن استقام على طاعته حتى يلقاه، وأن يختم لنا بالحسن أجمعين. اللهم احفظ بلادنا واجعلها آمنة مطمئنة. اللهم اصرف عنا كيد الفجار وشر الأشرار. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين.